حلقة جديدة من برنامجكم همسات عابر من خلال الفضائية القبطية كوبتك سات. بنرحب بكل أحبائنا المشاهدين بيشاهدونا اليوم، وأتمنى أن النهاردة تكون حلقة مميزة جدا، لأن بصراحة موضوعها هيبقى شيق جدا لكل إنسان عايز يعرف ويفهم كلمة الله ويبقى في علاقة حية مع الرب الإله. بيسعدني ويشرفني النهاردة يكون معايا أخي وصديقي جناب القس سمير أصد الله، راعي كنيسة الإيمان في المرج. أهلا بك، أهلا بك المرج الجديدة. أهلا بك يا سيس، ربنا يباركك. أهلا وسهلا بك يا دكتور، ربنا يخليك. في بداية حلقتنا أنا عارف أننا يعني بنتعطش لأهلنا في مصر، دايما بنتفرج وبنشوف وبنتابع الأحداث وبنشوف المواقف اللي موجودة في بلادنا العربية وخاصة في مصر، وانت في معقل هذا بشكر رب من اجلك، وربنا يستخدمك لمجد اسمه ويديم النعمه عليك دايما وفعلا تكون مثمر وثمرك يدوم. شكرا. امين. ربنا يخليك. بدايه حلقتنا عن تلاسيس ترفعنا في طلبه صلاه. امين. يا الهنا السماوي، نشكرك من كل القلب انك اله عظيم، اله قدير. نعم يا رب، ما اعظمك ما اعظمك، حيث جعلت السماء كرسيك والأرض موطئ قدميك. عشان كده أنا بشكرك وبعظمك وبباركك، بضم صوتي ربي مع عبدك وأقول بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني يبارك اسمك القدوس. يا رب من فضلك النهاردة بارك هذه الحلقة يا رب، يا رب ادينا الكلام اللي على قلبك النهاردة يوصل لكل المشاهدين يا رب، تلامس مع كل نفس ترانا في هذه الحلقة، يوصل لنفوس التعبانة، نفوس رب الحزينة، نفوس يا رب البعيدة اللي لسه ما عرفتكش يا رب، من فضلك اوصل إليها النهاردة من خلال هذه الكلمات. يا رب نصدق فيك أنك تقدر تعمل كل شيء، قال عبدك قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصى عليك أمر. أعطي مسحة خاصة يا رب لهذه الحلقة يا رب، في اسم المسيح ولكل المجد. امين. ربنا يباركك حضره القسيس. نبدا حفلنا النهارده بالتسبيح والترنيم وندخل ديارك وبالحمد، ونقول له فعلا يا رب انا كل ما بقرب منك برتاح، كل ما بعرفك اكتر بتلذذ بيك. مش بس انت اللي بتتلذذ بينا، لا احنا كمان بنتلذذ بالعشره معاك. شفاني ورواني
النهارده حضرة القسيس موضوع بيشغل كل انسان، هل الله يرى؟ طبعا الله يرى كل شيء. صانع العين الا يبصر؟ بالظبط. غاز الاذن الا يسمع؟ خالق القلب لا يتالم؟ في مثل عندنا بنقوله، فاقد الشيء لا يعطيه. فما بالك خالق الشيء؟ استحاله ان هو يبخل عننا ويبقى فاقد لنفس الشيء اللي هو خلقه. فنقدر نقول ان الله يعلم كل شيء. نعم نعم، كل ذلك. ويمكن لو بصينا للكتاب المقدس وشفنا قد ايه الرب تعامل مع الناس ومع الفريسيين ومع الكتبة وتعامل مع التلاميذ وكان بيعلم ما في داخلهم، فنقدر نقول على الرب الإله هو كاشف كل شيء، هو فاحص القلوب ومختبر الكل، يقدر يعرف ايه اللي في داخل الانسان، وكل شيء امامه عريان ومكشوف ومكشوف. لان عيني الرب تخترق استار الظلام. يقدر ان هو يعرف كل شيء في الانسان. يعني انت يا عزيزي المشاهد، لو انت بتخبي حاجه جواك، ثق ان ربنا عارفها وكل شيء مكشوف قدامه، وما تقدرش تخبيها، مش حتى تخبيها من الناس. ففي إله حي إلى أبد الآبدين، موجود موجود في كل مكان، فهو غير محدود، يعرف كل شيء وكل شيء مكشوف قدامه، كل شيء مفتوح قدامه، كل شيء باين قدامه. عشان كده النهارده عايزين نتكلم على موضوع مهم قوي قوي قوي، وهو كشف المستور. اسم جامد قوي ومعانيه جامده جدا. حتى الرئيس لما اخترت الاسم ده ان انت تشارك بيه معايا في هذه الحلقه،
كشف المستور. اسم جامد قوي. يعني ايه كشف ويعني ايه مستور؟ طيب قبل ما اقول لك يعني ايه كشف ويعني ايه مستور، هقول قصه صغيره امين اوضح بيها يعني ايه كشف ويعني ايه مستور. كان في اب سري جدا، كان من اخواتنا المسلمين، كان متجوز ومعاه بنت جميله جدا. البنت ديت كان كل حاجه بتطلبها على طول كانوا بيديها لها، ان كان عندهم بنت وحيده. فالبنت ديت كبرت، واي طلبه تطلبها بابا يقول لها ايه حاضر. بي عندها 15 سنه، وفي يوم وهي في المدرسه بتاعتها اغمى عليها، فاخدوا البنت كشفوا عليها، اكتشفوا حاجه غريبه، اكتشفوا حاجه مستخبيه، البنت كان عندها سرطان. فباباها على طول حجز على المانيا وخد البنت وراح كشف للبنت هناك، وقعدوا عملوا ابحاث وتحاليل وامور كتير قوي. الدكاتره في مصر قالوا له مفيش فايده، ولما راح المانيا قالوا له البنت قدامها يا دوبك ممكن قدامها يا شهر يا شهرين خالص وتموت، اي حاجه نفسها فيها جيبها لها. تخيلوا معايا الام شكلها عامله ازاي، بنت وحيده ليها، اب حالته حياته كلها هي بنته، بعد شهرين بعد ما كبرت بيت 15 سنه هتفارق الحياه رجع لمصر. بس قبل ما يرجع عمل لها حاجه اسمها مسح ذري، يعني يمكن يشوف اي طريقه لبنته تشفى. قال له برضه مفيش فايده. فاول ما رجع مصر الاب طبعا قلبه مكسور، والام طبعا مش قلبها مكسور، يعني حالة كان يوصلها. وهم ماشيين بالعربية قعدوا جنب كنيسة، البنت سمع كده هوت يوجد شخص يشفي من جميع الأمراض. قالت له بابا، قال لها عايزة ايه؟ قالت له في واحد هنا يا بابا بيشفي الناس. قال لها يا بابا ده مش مكاننا احنا يا حبيبتي. بس افتكر الدكتور قال له ايه؟ أي حاجة محتاجاها نفذها لها. فقال لها يا بنتي خلاص انا قفلك انا هنا بره وانت خشي. اول ما البنت دخلت الكنيسه كان خادم الرب كان بيتكلم بيقول لو عندك ايمان يسوع يقدر يلمسك، انه كاشف كل حاجه جواك، كاشف كل مرضك، كاشف كل تعبك جواك. البنت ببساطه قوي رفعت ايديها وقالت انا مصدقه في شخص اسمه يسوع. وبعد كده البنت شعرت بحاجة غريبة قوي، شعرت بتنميل من ضفر رجليها لغاية شعرها وخرجت. قالت له بابا، قال لها زي حبيبتي. قالت له أنا خفيت يا بابا. الأب ضحك كده وطبطب عليها قال يمكن معلش هلوسة بقى هلوسة. قالت له بابا وديني للدكتور يا بابا. قال لها يا بنتي. قالت له أنا بقول لك وديني للدكتور. راح وداها للدكتور بتاعها في مصر، قال له ممكن عايزين نعمل لها مسح ذري تاني ونشوف ايه اخبار البنت ديت. قال له حرام عليك، البنت قدامها ايه؟ قدامها ايام وتموت. قال له هي اللي طلبت كده اهوت. نعم. وفعلا لما عمل الاشعه وعمل الحاجات الدكتور بيشوف السرطان اللي كان منتشر في جسمه كله لا يوجد اي سرطان بالمره. قال له انتوا كنتوا فين؟ قال له احنا كنا عند اله النصارى. كشف المستور. الأب دوت كان شايف بنته قدامه حلوة خالص، لكن لما كشف وتعبت البنت أعلن عن هذا السرطان. النهارده ربنا النهارده عايز يكشف عن ما بداخلنا. هل في سرطان جوانا؟ يقول كده عن ربنا كده الكلمات ديت. اسمح لي أقراها كده معاك النهارده. في سفر دانيال أصحاح 22 شوف الكلمات الجميلة اللي سطرها روح القدس عن الإله العظيم. يقول كده هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة
وعنده يسكن النور. أقولها تاني مع حضراتكم الآية ديت، هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة، وعنده يسكن النور. كلمات من دي يا دكتور؟ كلمات دانيال. دانيال يقول عن مين؟ رب. أنا رب. طبعا حصل موقف هنا، يمكن برضه أحب أشارك أعزائنا المشاهدين إيه خلفية الآية ديت أو بيتكلم عن إيه؟ في يوم نبوخذ نصر كان ملك عظيم قوي، حلم أزعجه ما خلوش ينام، فقال لك هتقول الصحراء والعرافين يقولوا لي إيه الحلم دوت. وللأسف إحنا ساعات بنعمل كده. نعم. ساعات إحنا لما يكون عندنا مشكلة أروح للصحراء والدجالين والناس اللي بتحط اللي بتعمل كده، بتحط إيديها في إيدين الشيطان. نعم. عايز يعمل لهم ايه بقى؟ يكشف لهم عن ايه اللي هيحصل بكره. ورغما عن ذلك الشيطان ما يعرفش ابدا اللي بيحصل بكره. يستنتج. هو يعرف الماضي ويعرف الحاضر لكن والحاضر، لا يعلم المستقبل. لكن يستنتج المستقبل، لكن نعم. الذي يعرف المستقبل هو شخص نعم. واحد، هو شخص يسوع. امين. فنجا لنبوخذ نصر، جاب العرافين وجاب الصحراء، قال لهم كده قولوا لي الحلم بتاعي، لو قلتولي الحلم هغنيكم وهديكم اكرام الملك، لكن لو ما قلتوش هتموتوا. لا اعتقد ده قال حاجه تانية، هو طلب منهم يفسروا الحلم ويقولوه له. برافو، ما ده اللي بقول. يقولوا الحلم مش قبل يفسروا له بس، يعرفوا الحلم. يعني يقولوا له الحلم بتاعه ويفسروه له. هو يعني كان شايفين ناصح. الموقف شكل ازاي؟ يعني موقف صعب بصراحه، يعني يخمنوا اللي في دماغه اللي هو شافه في الحلم ويفسروه كمان. لو قالوا كده هيغنيهم. اصل هو كان ذكي، خلي بالك نبوخذ نصر. قال لو قلت لهم الحلم ممكن نقول اي تفسير وما ارتحتش، لكن هو كان ذكي، قال لك ايه ده؟ طالما انتوا بتعرفوا اعملوا ايه؟ قولوا لي انا حلمت بايه؟ وايه اللي حصل؟ وفسروا لي معنى الحلم دوت. بالظبط. فطبعا يعني ابليس هيعرف منين ابليس ان كل الصحراء والناس دي كلها تبع اولاد ابليس. نعم. فاول لما دانيال عرف، شفت بقى اللي فيه روح الله، شوف اللي واثق في اله بيعمل ايه. قال هذه الكلمات، هو يكشف العمائق والاسرار. نعم. يعلم ما هو في الظلمه وعنده يسكن النور. يا جماعه انا عندي اله يكشف، عندي إله عارف جميع الأسرار، عندي إله يقدر يعمل كل حاجة، دوت إلهي اللي أنا بعبده. فموضوع النهاردة نفسي النهاردة أقول كلمات أنا مش عارف أتعجبك عزيزي المشاهد أو لا تخاف منها. عايز النهاردة اللي يكشف النهاردة المستور النهاردة مش أنا، إن أنا جوايا بلاوي ولا حضرتك طبعا. النهارده هيجيب النهارده الروح القدس النهارده ميكروسكوب النهارده ويكشف ما بداخلنا. نعم. تخيل كده معايا النهارده وانا قاعد كده قدام حضراتكم اشبع عن نفسي، وبعد كده هو تيجي كده شريط سينما كده وتتعيد كده على الشاشه ويكشف ما بداخلي من كلام من افكار من افعال تتوقعها هذا قدامكم. أنا يعني صعب. بس النهاردة روح القدس النهاردة عايز يكشف النهاردة، مش يكشف عشان يفضح، لا، يكشف عشان خاطر يعالج. نعم. وده الأساس في 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 تعاملات الروح القدس، لأن الروح القدس هو روح الله. يس. الرب أرسل لنا المعزي ليبكت. يس. على كل خطية، كل بر. Yes. يوضح، ما يخليش الإنسان يتعامل بفكره أو بضميره. في فرق كبير ما بين الضمير وما بين الروح القدس. Yeah. يعني يقول لك ده بكته ضميره، لا بكته ضميره يعني سكنه، لكن بكته الروح القدس بيمنعه نهائيا أنه يرجع تاني لهذه الخطية، لأن ده روح الله الساكن فيكم.
يقدر يعمل كتير. وهو ده اللي احنا عايزين نوصله النهارده في كشف المستور امام الله مش امامنا احنا. هل انت فعلا تقدر تقف قدام ربنا وتكشف نفسك؟ هو كده كده هو كشفك، فهل انت تقدر تقف وتكشف نفسك وتبقى فعلا كل شيء عريان امامك يا رب؟ اهو بس سامحني يا دكتور قطعك معلش، مش هو اللي يكشف نفسه، لا ده الله هو اللي يكشف لي من خلال الروح القدس. احنا قلنا ان في روح القدس الخطايا المستترة يبرئني منها. يعني في ساعات ناس تعمل حاجات تقولك ده طبيعي، من كتر ما انا عايش في العالم اتصبغت بصبغه العالم، مش عارف ان دوت صح ولا غلط، ده الناس بتعمل كده. لكن زي ما حضرتك قلت ان الروح القدس هو الميزان الحساس اللي يكشف ليا ما هو غلط في حياتي. نعم، فعشان علشان يعالج وينقي. هو ده اللي احنا عايزين نوصله طبعا. يبقى كشف الشيء معناه ان انا بفضح الشيء او بعريه مظبوط او ببينه. ده كشف الشيء. نيجي للمستور بقى. نيجي للمستور. المستور هو شيء اصلا مفضوح لكن انا مخبيه. ادي المستور. لما جه ادم سمع صوت ربنا. نعم. ادم ادم قال له ايه؟ اين انت؟ قال له اصلا انا سمعت صوتك. فخشيت. طب ايه اللي حصل؟ قال له اصلا انا عريان. فحب يستر نفسه بايه؟ بورق التين. عايز اقول النهارده ورق التين ما يسترش. ان كل شيء عريان ومكشوف ايه؟ امام حضرة الله. لكن النهارده قبل ما نبتدي موضوعنا اللي انا بحبه شخصيا، في امريكا هنا كل حاجه لها تخصص. وفي مصر بس اي نعم مصر، يعني ممكن واحد يقول لك انا بكشف على كل حاجه، بس يعني هنا بالذات يعني مدققين قوي. واحد مثلا لعصب العين، واحد مثلا للشبكيه، واحد تخصص قلب، واحد تخصص شرايين، واحد يعني كل حاجه تخصص. بس سمعت عن اخر دكتور جه متخصص في جميع الحاجات، اعضاء الجسم كلها. نعم. في يوم كنت بتكلم فيه دكتور يا جماعه متخصص في جميع الحالات وبروفيشنال، يعني ما فيش حاجه تستعصى عليه. ليه في القلب ماشي، ليه في الكبد ماشي، ليه في كل حاجه ماشي، لكن هو ده مين؟ شخص اللي صانع الشيء. يس. النهارده خلونا النهارده الروح القدس النهارده يكشف النهارده. واذا نسيتوا النهارده الكلمات ديت او الحلقه بتاعتنا النهارده، اقف قدام المرايه هتفتكر. هناخد جزء جزء النهارده. بمعنى ايه؟ هنكشف اول حاجه هنا على 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 على, على, على الذهن، وناخدها جزء جزء. ممكن الذهن حسب ما يدينا رب من وقت ناخدها جزء جزء. الذهن والعين والودان واللسان والقلب والايدين والرجلين، حسب النهارده ما روح القدس كده يدينا كده من كلمات تتلمس مع كل واحد فينا. امين. يعني معنى الكلام ده ان احنا هناخد المسطور حته حته. اما في جسم الانسان. اصل دي اشعه، اشعه ايه بقى؟ مش مسح ذري. دي اشعه تفصيليه. يقول كده عديت عظامي. وعارفها. يعني خد بالك ان كل عظمه في جسدي هي ليها رقم عنده. نعم. فهو النهارده هيعمل لك مسح شامل. واخد بالك؟ وهيقول لك الحاجات كده اللي انا ممكن ما اكونش بفكر فيها، يقول خد بالك. تحب نبدا منين؟ طبعا هو الطبيعي بيبتدي منين؟ ببتدي من هنا. انا هبتدي من فوق لتحت. نعم. معايا؟ اول حاجه يقول في مزمور، تعال نطلع مع بعضنا الكلمه دي، مزمور 139. عرفت فكري. اسمعوا الكلمات الجميلة اللي تشبع القلب ديت. قول كده في مزمور 39 عدد 1 و2. يا رب قد اختبرتني وعرفتني. نعم. أنت عرفت جلوسي وقيامي. فهمت فكري منين؟ من بعيد. من بعيد. نعم. اول حاجه النهارده ربنا عايز يكشف عليها النهارده هو الفكر. نعم.
دلوقتي وانا قاعد معاك الله كاشف فكرك، بتفكر في ايه دلوقتي؟ صح. ممكن عرفت فكرة منين؟ من بعيد قوي. هل افكارنا هي افكار مقدسه ولا افكار مليئه بمحبه العالم ولا افكار مليئه بالنجاسه ولا افكار مليئه بالكراهيه والبغضه، افكار مليئه بالانتقام؟ الله النهارده عايز ينقي افكارنا. يقول كده في رساله فيلبي: اطلب اليكم ان تلبسوا فكر المسيح. احنا عندنا افكار كتيره بتزعل ربنا مننا. في ملوك اتنين اصحاح 5 بيتكلم عن موضوع غريب قوي، موضوع حلو كمان، عن شخص اسمه إليشع، وكان في واحد اسمه نعمان. نعمان دوت بمعنى زي كان وزير كده. دوت نعمان دوت كان رجل، كان ليه مكانه في بلده، لكن كان عنده حاجه بعيد عنكم، كان عنده البأس. يظهر كده قدام الناس ايه بقى؟ لابس اللبس جميل، نعمان معدي تعظيم سلام. اول لما روح البيت يخلع الهدوم يشوف ايه؟ البأس. وده كان رمز للخطيه والنجاسه. نعم. فشوف بس، شوف الفكر. انا عايز اوصلك للكشف عن الفكر، بس لازم اقول لك، احكي لك القصه من بدايتها. نعم. فكان عنده بنت كانت سبيها، قالت له ده في نبي، في رجل الله يقدر يعمل ايه؟ يشفيك. اسمه ايه؟ اسمه إليشع. إليشع. فراح لرجل الله، كلنا عارفين القصه، وقال له اغتسل 7 مرات وما رضيش يقابله. انا مش عايز اطول في القصه، يمكن كلنا عارفينها، بس عشان خاطر اجل النقطه اللي عايز اتكلم فيها. فكان هيرجع في كلامه، العساكر بتوعه قالوا له لو كان قال لك عملت حاجه سابقه كنت هتعملها. المهم اغتسل ورجع جسده ايه؟ كصبي صغير. فطبعا قال لك يبقى الراجل ده معايا واجب حلو. خد بقى شويه ذهب وشويه حاجات وعايز يديها لمين؟ لإليشع. قال له لا، عايز اقول حاجه، ده مش في موضوعنا بس على القلب اقولها. كلمه الله مجانا، واي انسان الله بيستخدمه فهو بيستخدم اللي الله مديهوله مش بفلوس. ان بنشوف الايام ديت ناس تعمل اي حاجه يقول لك ايه؟ انا اصلي لك بس اديني. لا ابدا. ففعلا فكان عنده واحد اسمه ايه بقى؟ جحزي. قال لك سيدي ده فقري، ده بيت فقر. عندنا احنا يقول لك ده بيت ايه؟ بيت فقر. قال لك حي هو الرب. والغريبه يا اخي يقول لك ايه بقى؟ يدخل ربنا في يدخل الموضوع، ربنا في الموضوع معانا. يعني ممكن اقول لك، بس اقول لك ايه؟ بقول لك ده ربنا قال. الحرام يجي يسال يقول لك ايه؟ ربنا يستر. ربنا يستر. قال لك حي هو الرب، طب هتعمل ايه؟ قال لك انا اروح اعمل ايه؟ اخد حاجه من مين؟ من نعمان. يعني سيدي تلعب فقري وانا اطلع كسبان. راح لنعمان قال له ايه؟ قال له جانا ناس من بني الانبياء ومحتاجين حاجه. شوف اداله ايه؟ وزنتي فضه في كيسين. هو طلب وزنه واحده، اداله كام وزنه؟ اتنين. وحلتي ثياب. خدهم جحزي كده وفرح، قال لك يا سلام، انا اللي كسبت كده. اول لما رجع شوف بقى الله ازاي بيكشف عن الافكار. خد بالك معايا، قال له جحزي. قال له نعم يا سيدي. قال له من اين جيت؟ قال له عبدك لم يذهب هنا ولا ايه؟ ولا. طب شوف بقى الكلمات اللي نطق بيها روح القدس. قال له كده: اهوذا وقت لاخذ الفضه والثياب، نعم، وزيتون وكروم وغنم وبكر وعبيد وجواري؟ مين اللي فحص ده؟ مين اللي شاف ده؟ مين اللي قاله؟ سؤال. طب قبل ما اقول دوت، خد ايه هو جحزي؟ خد حاجتين. وزنتي فضه وحلتين ثياب. طب منين رجل الله جاب الكلمات دي كلها؟
اصلا انا عارف، انا عارف فكرك بتفكر ازاي. والفضة دي هتعمل بيها ايه؟ خد بالك بقى، بدا يحلم جاهزي بقى. بص الواحد كده يقعد كده في فيلا وعنده عبيد وعنده وخمر يعني وزيتون بقى وكروم، الكروم ده العنب يعني، يشرب ويتمزج ويبقى عرفت فكر من بعيد يعني. انا ممكن بفكر في الفكره لكن الله كشف ان انا عايز اعمل ايه بالظبط. نعم. اهو ده وقت، ايه رايك؟ ده وقت، ايه رايك؟ شاركني يا دكتور، ايه رايك؟ طبعا ان الروح القدس كشف المستور كشف وخلى رجل الله ينطق بما يدور في فكر جحزي، جحزي. بس كانت العقاب صعبة شوية. طبعا لو أنا فضلت مستسلم للفكر إبليس، يقول كده الكتاب كده عن جحزي، قال له برص نعمان تحولها. يلصق بك وإيه كمان؟ إيه للأبد. عايز أقول لك حاجة واحدة بس، أتعمل بيها الفلوس. يمكن دلوقتي العالم كله بيفكر ازاي يبني وازاي يغتني وازاي وازاي وازاي، وعايز اقول كلمة بتجرحني انا، وللأسف دلوقتي كمان في كنائسنا وفي مجتمعنا المسيحي تحولت من كنيسة الى بيزنس. دلوقتي انا بشوف حاجات غريبة، واحد مثلا مش لاقي حاجة، مش لاقي بيزنس كويس، يقول لك طب انا اعمل ايه بقى؟ ايه انا اشتغل خادم، اشتغل قسيس، اجيب مكان يعني عرفت فكري من بعيد. هل هي افكارنا؟ يقول كده الكتاب في رساله بولس الرسول الاهل هم، اطلب اليكم برأفة المسيح ان تقدموا اجسادكم ذبيحه ذبيحة حيه حية مرضية مقدسه. عبادتكم العقلية، ايه في فكري، في عبادة عقلية. في فكري في ايه؟ هل فكري بيرد الله؟ هل فكري طاهر في يوم من نتغير الايام؟ عن شكلنا بتجديد أذهاننا. طبعا طبعا. لعلمك، عارف حضرة القسيس، لما يجي الإنسان يعرف المسيح معرفة حقيقية. أنا هتكلم عن نفسي. الواحد لما كان قبل ما يعرف المسيح خالص كان يفكر ازاي يغتنم الفرصة، Yes. كان يفكر ازاي يعني لو يقدر يضحك على اي حد يقدر، لو عنده الفرصة انه يعمل اي حاجة ممكن يعملها. لكن Yeah. لما الانسان بيعرف المسيح معرفة حقيقية، يتقابل مع شخص الرب يسوع وبيقبله مخلص لحياته، الروح القدس الساكن فينا نتيجة هذا القبول بيعمل فينا. الروح القدس هو روح الله اللي بيشتغل جوه الإنسان علشان يغير مفاهيمه، مش بس يغير سلوكه ولا يغير طباعه ولا يغير أسلوبه، ده يغير فكره. لأننا بنتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا. الإنسان لما يغير فكره يتغير كله. يعني أنا هقول لكم حاجة بسيطة. زمان كنت دايما ممكن أزعق وأشتم وأقل أدبي. بعد ما قابلت الرب يسوع معرفش أعمل ده، معرفش، ومش عارف ده، مش قادر أتغير، مش قادر أرجع تاني، خلاص مش قادر. يعني ممكن لو شفت حاجة، ممكن احنا بشر كلنا، وممكن نستفز وممكن نتضايق، وممكن يعني لو انت سايق العربية واحد زنق عليك كان زمان ممكن تشتم وتزعق وده. دلوقتي ما ببص له واضحك. ما ده اللي قال عنه في فيليب 2، ده اللي اتقال عنه في فيليب 2، انت اللي خلاك عملت كده انك لبست فكر المسيح. فكر المسيح بالظبط. بمعنى في اللغة الألمانية هي عقل المسيح. يعني دلوقتي انا خدت عقلك، انا مين؟ انا بقى الدكتور يوحنا خلاص. فانت خدت فين؟ خدت فكر المسيح، خدت عقل المسيح. نعم. عقل المسيح لما يشوف حاجه زي كده يعمل ايه؟ هيشتم؟ لا استحالة. هيسب الدين؟ لا مش هيسب الدين. لا، يعني بجد الواحد بيبص لنفسه زمان ويستعجب، ايه ده؟
ايه اللي حصل؟ الأشياء العتيقة قد مضت. هو ده الكل قد صار جديدا. ودي أول حاجة فعلا لما نتكلم عن كشف المستور، الفكر هو اللي بيتكشف. يقدر يغير إنسان كان في الظلمة، قدر يغير شاول الطرسوسي اللي كان مضطهد للكنيسة وفاكر إنه بيقدم خدمة لربنا، غيره من شاول المضطهد إلى بولس الرسول اللي كتب 14 رسالة. بولس الرسول اللي رسائله غزت العالم، اللي الرب أطلقه كرسول للأمم يرد كل مسلوب. Yes. انت فين من الكلام ده؟ انت بتسمع وعظات في الكنيسة وتخش تحضر أداديس ولا تتكلم مع حد ولا تسمع ترنيمة ولا تقول هللويا ولا تجري ولا تضحك ولا تبقى مبسوط، ولا فعلا عايش حياة المسيح؟ هل فيك يرون يسوع؟ نعم، وده اللي الرب بيقول لنا، ليروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم. أباكم. الأعمال الحسنة دي مش مننا، yeah. منه. قد سبق الله فأعدها لنا لكي نسلك فيها، دي أعدت لينا، بس أنت عشان تقبلها وتعيشها محتاج أن أنت تغير ده. الرب يقدر يغير فكرك، يغير ذاتك، يغيرك كلك، بس ما يقتحمكش. مش كده ولا ايه؟ طبعا. لكن قبل ما اخش النقطه الثانيه، اه، عايز اقول عزيزي المشاهد دلوقتي، لو انت قاعد قدام الشاشه بتفكر في ايه؟ انت تعرف تجاوب عن نفسك كويس. ممكن تكون قاعد مع مراتك لكن فكرك مش معاها، هي حد تاني، هي مش شايفة لكن هو شايف. عشان كده عايز لك حاجة النهاردة، الرب مش عايز يفتحك، الرب عايز يستر عليك. في حكاية ما تأثرت فيا قوي، كان في واحدة عايشة في شقة دعارة، عايشة في حياة الدعارة وحياة النجاسة، ففي واحد كان بيروح لها، فشخص دوت ربنا قال له خد بالك، أنا عايز أستر عليك، ممكن حد يشوفك. هو كان شاطر قوي، يعرف ازاي يخش من غير ما حد يشوفه. في يوم من الأيام مش قادر، لما كان جوه حصل، كان الوضع مش كويس، الست ديت حصل حريقة في البيت، بدأت تصوت، طبق سحبنا خالص. قال لك في الوقت دوت كنت هتفضح من محبة ربنا لي عشان يديله فرصة تانية، سطر عليه، قال له خد بالك أنا لسه مديك فرصة، ده مش شطارة فيك. يقول لك انا فيري سمارت، لا انا ذكي قوي، لا ده هي بس محبه ربنا ليك عشان بيحبك. اذا كنت قاعد في شغلك، قاعد في حفله، قاعد في البيت، قاعد في اي مكان، قل له يا رب اديني فكرك عشان امجدك في حياتي. امين امين. طيب احنا كده شفنا تغيير الفكر او كشف الفكر. yes. لسه ما شفناش النتائج في الاخر، هتشوفها ده لازم بعد كده هيطلع تقرير كده. ايه اللي بعد الفكر بقى؟ بعد الفكر على طول، بس قبل ما اقول الفكر، الفكر اكتر حاجه ابليس بيشتغل فيها هو الفكر. طبعا يعني اكتر حاجه خد بالك ابليس يقدر يخش فيها هو الفكر. تاني حاجه كشف عن العينين، وكده كتاب العين هي سراج الجسد. الجسد لما يكون نظر ضعيف بعمل ايه؟ اروح للدكتور في البدايه قوي، لو على اعتمد بنفسي اديني قطره. نعم. ما اعتمدش بنفسي يعمل ايه؟ يقول لك راكب ايه؟ نظاره. نظاره، وبنصر ما تكونش نظاره كعب، يعني نظاره كوبايه بيسموها،
الله عايز يكشف عن عينينا. عينيا بتروح فين؟ عينيا عايزه ايه؟ يعني عايزه ايه؟ هديكم مثل كتابي. كان في شخص رغم انه كان بعيد عن الله لكن الله كان بيحبه، او هو ومراته وعياله. لكن يقول كده الكتاب، شر البلد ديت صعد امام الله. طبعا اكيد عرفتوا مين معايا. لوط. لوط طبعا عن صدوم وعمورة. فربنا بعت ملكين للوط، قال له يا لوط ربي خلاص ناوي يعمل ايه؟ يحرق الملح. قال له بس عشان انت غالي على قلب ربنا هناخدك انت، وعنده كان بنت كمان، كان عنده بنتين، ونخرجك بره المدينه بس بشرط. ايه هو الشرط دوت؟ ما تبصش ورا. وفعلا الملاكين خدوا لوط ومراته ومشيوا. فجت امرأة لوط عملت ايه يا دكتور حنا؟ قال لك كده، انا افتكرت ده انا سايبه الصيغه بتاعتي ورا. ده ممكن ربنا ما يولعش. انا يا جماعه هعمل ايه؟ انا هبص ورا. يقول كده كتاب، فصارت عمل ملح. ساعات انا عينيا بتشتهي، عينيا عايزه، ممكن اشبه الساعه مع دكتور يوحنا. نعم. يا سلام، الساعه دي جميله، انا اخدها. العين هي سراج الجسد. وانا ماشي كنت مع اختي هنا في كاليفورنيا وجوزها، فقال لي تعالى اوريك بيوت فيلل جميله قوي هنا، قوي قوي. قلت له يعني ايه يعني فيلل جميله؟ قلت له بس هقول لك كل الحاجات دي كلها في الاخر يحصل لها حاجه واحده بس، ايه؟ ستحترق. الفيلل الجميل اصل كل العين بتشوفه دوت زايل، كله كقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. شوف أبونا إبراهيم قال إيه؟ ينظر إلى إيه؟ المدينة إيه؟ الباقية التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها مين؟ الله. الله. عينيه بتبص على مين؟ الله. المدينة. ببص على الحاجات الحلوة اللي نفسي فيها ديت؟ ببص على المدينة الباقية لأبد الآبدين. طب أقول لك على حاجة صغيرة. نظرة واحدة فصلت الإنسان عن الله. نعم. عارف نظرة مين؟ نظرة حواء. تعالى خليني أرجع معاك في كلمات قوية جدا ذكرني بيها روح القدس، أقولها معاك دلوقتي عن النظرة بتاعت في تكوين ثلاثة. عدد 6. اسمع كده، شوف بس، شوف النظر، شوف الله بيكشف عن النظر، وشوف احنا عينينا بتروح فين. فرأت المرأة على مين ديت؟ هو أن شجرة مالها، عدوا معايا، جيدة للأكل، بهجة للعيون، وإيه كمان؟ شهية للنظر. شهية للنظر، يعني حاجة بتلمع قدام عينيا، يا سلام دي جميلة. طب ما أنت عندك الشجرة كله يا حو. قالك لا، الشجرة دي عينيا جت إيه؟ فرأت المرأة، بصت، قالت أنا لو خدت التفاحة دي تكونان كمين؟ مثل الله. عارفين ده، أنا بدل ما يجي يتحكم فيا ربنا، أنا بتخيل ده الكتاب ما قالش كده، بس ده تخيله الشخصي أنا أو استنتاجي. قال لي بدل ما ربنا يتحكم فيا ويقول لي اعملي يا حواء وسوي يا حواء، طب ما أنا أكون زيه، النت بالنت، يعني إيه المشكلة يعني؟ وهو ده اللي خلى لوسيفر يسقط. قال ايه؟ لوسيفر يسقط. طبعا طبعا. لماذا سقطت يا زهر بنت الصبح؟ خد بالك، ان يصير مثل العلي، اجعل كرسي، يجعل كرسي فوق كرسي العلي. ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده نظر. نظر. انا ساعات ابص كده واعرف ناس بتنظر لحتى رفاهيه قوي، يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يسرق. صدقوني يبتدي يسرق. اصل ايه؟ بص على ايه؟ بص على الحاجات الجميله، الذهب اللي بيلمع، الماس. لكن في كلمات يقولها بولس الرسول شاركتك بيها قبل ما نقعد في الحلقه. نعم.
تعلمت. آه يا سلام، أنا ما ببصش. تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. فيه. إذا كان لنا القوت وإيه؟ والكسوة، فنكتفي. عيني ما بصش على غيري، ما بصش مثلا انت لابس ايه ولا انت قاعد ازاي. يمكن انا يمكن عندي مكتب صغير، مكتب مشروع، يمكن حضرتك قريت الكتاب. و اغلبيه في من ضمن المشاكل الاسريه ان الزوجه بتبص على اللي حواليها. فلانه عندها ذهب من هنا لهنا وانا ما عنديش، فلانه عندها لبس وانا ما عنديش، فلان عنده ونحن ما عندناش. الله النهارده عايز يكشف عن العينين. هل عيني بسيطة؟ هيبقى جسدي كله بسيط. نعم. لكن لو عيني مال، عيني زيغة. عارف العينين الزيغة؟ بتعمل ايه؟ عاملة زي الحمامة الرعناء، يمين وشمال. بس عايز اقول لك حاجة، مش هديك إلهنا، مش هديك النهارده نظارة يصحح نظرك، لا، ولا هديك قطع، ده يخلق لك عين جديدة. أمين في اسم يسوع. فاكرين بارتيماوس؟ ماله دوت؟ كان أعمى والرب خلق له عينين. يا سلام، مولود ماله؟ أعمى. ما فيش، المنطقة دي مش موجودة. مولود أعمى زي ما بديت معاك. نعم. الكلمات ديت إلهنا إله جبار، إلهنا عارف ضعفي، عارف عجزي. أنا بتكلم على نفسي أنا، عشان كده العينين اللي كشف عليها ديت قالك دي مش هديك علاج، لا لا، ده أنا مستعد أديك عينين جديدة، أصنع لك أعين جديدة. بس أصرخ. نعم. لما صرخ بارتيماوس، يا يسوع يا ابن داود اعمل ايه؟ ارحمني. جاني في يوم من الايام شاب قال لي يا ابونا انا عندي مشكله صغيره. قلت له، قال لي كل ما اجي ابص على حاجات وحشه يعني في الشارع مثلا، مش عارف اقول ينفع اقول الكلام ده ما ينفعش، انا ببص مثلا على البنات وعلى ستات، بس يعني هي بتيجي في اماكن مش حلوه ومش قادر، مش قادر. وبيتكلم بامانه الولد دوت معايا، قال لي انا فعلا مش قادر. في حل واحد، روح عند الطبيب العظيم دوت. نعم. يكشف عن عينيك. صدقني مش كلام بقوله احنا او كلام وعظ، لا صدقني، يكشف عن عينيك ويديك ايه؟ يديك عينين جديدة. عينين كمان مالها، خد بالك، مش بيبص على حاجة بس، دي كمان عينين مالها مستنيرة. عينين مغسولة باللبن يا اخي. وعينين مستنيرة فيها فعلا نور المسيح. يعني الانسان، انا بشبه بصراحه الانسان اللي بياخد عينين جديده بتتلغي من عنده شهوه العيون. يعني في ثلاث حاجات مهمين قوي: محبه المال، شهوه العيون، تعظم المعيشه. شهوه العيون دي لان من العين هي اساس كل الخطايا، يعني او بدايه كل الخطايا. فالرب عايزك تبقى عينيك بسيطة. فلما تكون عينيك مش بسيطة وهو كاشف هذا المستور اللي موجود في عينيك اللي بتبص فين، يقدر ينزع هذه العيون ويغيرها لك بعينين تانية تكون بسيطة وتكون فيها عينين يسوع. يبص ازاي؟ لو انت في مكان وشفت منظر لا يليق، عينك هتفكر ازاي؟ عينك هتشوفه بانهي نظرة، بانهي شكل؟ هل هتشوفه زي ما كنت قبل ما تعرف المسيح، ولا معرفتك للمسيح هتخلي نظرتك للشيء تتغير؟ بل بالعكس، ده انت ممكن لا تنظر نهائيا لاي شيء لا يليق. العين ترفض ان ترى الخطية. الرب يسوع حب الخطاة لكن كره الخطية. يس. وانت لو تشبهت بسيدك هتحب الناس جميعا لكن هتكره كل الخطايا جميعا. محبة أبدية أحببتك
ده امتلاك النعمة والرحمة. رب بيديك نعمة ورحمة بيسكب من روحه فيك، بس انت اطلب ان انت تتغير. لو انت لسه ما تغيرتش وما عرفتش الرب، فرصة، فرصة. احنا لسه في هذا الجسد، لسه في هذا المكان، لم تأتي نهاية بعد، بس قريبا جدا سيأتي المسيح ويخطف كنيسته. قريبا جدا كل شيء هينتهي. الضربات الكاملة على الأرض، وكل العناصر دي هتتحرق اللي انت بتهتم بيها وعمال تبص عليها وبتشتهيها. ده في ناس عندهم شهوة غريبة في امتلاك الأشياء ويبقوا مش قادرين يمتلكوها يا سيس، ويبقوا عايزين، ممكن يعملوا زي ما انت قلت حاجات كتيرة جدا، ويوصل عندهم حاجة ايه؟ الحقد والحسد. الحسد يضر الانسان نفسه مش يضر الغير. طبعا طبعا. الناس فاهم ان الحسد، انا عمري ما خاف من الحسد، ان الحسد بيضر الانسان نفسه. ده مظبوط. حد لسه كان بيتكلم معايا وبيقول لي على الحسد، قلت له احنا ما عندناش حسد. اللي بيحسد بيأذي نفسه. هو الكتاب ذكر في حسد في بس لكن بس احنا إيه؟ المؤمنين، ما هو كمؤمن ما عندوش تماما ما طبعا لا يتأثر بالكلام ده، لكن الانسان اللي بيحسد هو اللي بيتاثر. ليه؟ لان احنا منقوشين على كف الرب، ومن يمسنا يمس حدقه عيني. فاحنا اللي مش بنتضر، هو اللي بيتضر مش احنا. مظبوط. نكمل ونشوف عشان الوقت، عايزين نلم كل الموضوع. هو ده نظام رب الدين. امين. كشفنا عن الاول عن الفكر او الفكر اتنين العينين. اختار حاجة تحب تختار، اللسان ولا الودان؟ لا الودان اولا، عشان احنا عندنا ودنتين فبنسمع اكتر. انا بحب كده. واللسان والودان مرتبطين مع بعض طبعا. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار، في طريق الخطاه لم يقف، في مجلس المستهزئين ايه؟ لم يجلس. وداني بتسمع ايه؟ اصل انا عايز اقول لك نكتة حلوة. وفي الفاظ مالها الفاظ، هل بسمع كلام يبني ولا كلام يهدم؟ هل الكلام اللي بسمعه دوت في الاخر همجد بيه ربنا؟ الودان ديت سامحوني في التعبير، انا ممكن املاها زباله، بعتذر عن اللفظ بس هو ده، يعني هو ده حقيقي. ايه الزباله ديت؟ كل ما هو كلام باطل، كل كلمه لا رضيه. يقول عنك رضيه، يعني ايه رضيه؟ ملهاش منفعه. تعطينا عنها ايه؟ حسابا. كل كلمه انا بستقبلها، واخد بالك؟ وفي ناس تحب تسمع الكلام القبيح قوي، يقول لك انا بشكر ربنا، انا ما بقولش حاجه، بس انا بعمل ايه؟ بسمع. هنخش على اللسان بس بعدين. انا ما بتكلمش معاها في حاجه، انا دوبك انا قاعد مستمع. ما انت مشارك في الجريمه. ما لو انا سمعتك بتقول شيء وحش وانا كمل، ها بتملي بيه. خلي بالك ان السمع ده اول طريق لتوصيل المعلومه للفكر. فلما انا بسمع حاجات لا تليق وفي مناطق لا تليق وكلمات لا تليق، العقل بيتخزن جواه هذه الكلمات وهذه المعاني، والكمبيوتر اللي جوه ده بيتخزن فيه حاجات لا تليق، فما يجي يخرج هيخرج من لا تليق. مظبوط. لانه اتشحن لا تليق. قال لك لما تحب تبرمج واحد، حطه في اوضه مقفوله وشغله شريط معين ال 24 ساعة. بعد فترة من الزمن هتلاقيه هو بيقول نفس الشريط. اوريدي هيقول الكلام دوت. ليه؟ ودي عمليات غسيل المخ اللي بتحصل. ما انا كنت عايز جبت اللي عايز اقوله. نعم. بيحصل عن طريق ايه؟ عن طريق السمع. السمع. اسمع 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 اسمع. اسمع.
من كتر السمع بيت ألفاظنا مش عارف أقولها، مش هقدر أقولها يعني، يعني بقت خارجة لا ألفاظنا لا تدل على هويتنا. صح. مرة يعني مع احترامي للمجتمعات الشرقية اللي احنا بنقعد فيها او اللي احنا عشنا فيها او اللي اتربينا فيها، فاندماجنا مع اخواتنا واحبائنا اللي انا كنت منهم زمان، وجد عندنا طابع واسلوب في التعامل مختلف. بمعنى تيجي تكلم واحد تلاقيه بيحلف، مش عارف يا عم ما تحلفش، يقول لك انا ما حلفتش. ما من كتر ولا حاجه، هو مش حاسس انه قال، عايش في الحياه خلاص، ده شيء عادي. بالظبط. اقول لك حاجه، الناس يعني اقولها على امريكا بصراحه، الناس ما كنت عايشه في، او اقولها على مصر، الناس ما كنت عايشه 30 سنه في فساد، وخد بالك حاسس ان ده شيء طبيعي خلاص، احنا عايشين دي دي دي, دي سنه الحياه. مثلا ايه برشيك؟ لا دي ما اسمهاش رشوة، لا ده تفتيح مخ خلاص، اتطبعت الصورة في أذهاننا إن إيه؟ إن ده أمر طبيعي، أمر مسلم به. لكن لما يجي روح القدس ويكشف عن جميع أعضائنا، عن الفكر، عن العين، عن الودان، أربعة مهمة قوي، يكشف عن اللسان. اسمع كلمات ديت في مزمور 52 عدد 2، لسانك يخترع فساد. نعم. واحد بيقول لي ايه، كويس ربنا ادينا لسان واحد ما ادناش لسانين، احنا لسان الواحد مش قادرين نخلص منه. اللسان يقول عنه الكتاب كالصوت ككرباك. انت عارف انت ممكن تقتل واحد بكلمة واحدة، ممكن تتكلم على واحدة تدمر حياتها بالكامل. وكده الكتاب فليكن كلامكم مملح. نعم. كلام لي طعم. تفتكر ان الله عنده محاباة؟ عاش. انت عارف في يوم من الايام كان في اتنين حلوين قوي، ما تتخضش لما اقول لك مين، رئيس كهنه ونبيه، بدوا يتكلموا. تقول له صدق اخونا ده كان نظره ضعيف، ما لقاش غير الكوشيه، بتكلم على هارون ومريم. نعم. ضربت بالورث لما اتكلموا على مين؟ على موسى. موسى نبي الله. قالت ما لقاش غير الست السودة دي وياخدها يا اخي، ده يعني مش عارف انا عيني كانت فين موسى دوت. وهو نسمع كده كتاب، فاصاب مريم بايه؟ بالبرص، مرض النجاسه. سؤال، مريم لو كانت تمشي في الشارع اتفضلي، دي النبية مين؟ مريم. الكل كان يتهافت، هي اللي قالت تعظم الفرس وركبهما وطرحهما فين؟ فلوك البحر. بحر. تتخيلوا معايا واحدة في هذه المكانة المرموقة، الناس كلها كانت تتبارك بها، الناس كلها كانت تتمنى، دي مريم معدية تتمنى بس يسلموا عليها. لكن شوف إلهنا، أول لما كلمت على موسى. نعم. طيب تتوقعوا مريم تخرج؟ استحالة. هارون فين مريم؟ أصل مريم يعني مريم بعافية شوية. بالنسبة للكلام على اللسان خد بالك لازم تفضح عزيزي المشاهد، مهما تتكلم لازم الكلام في الآخر هتفضح، صدقني صدقني، مهما اتكلمت كلمة في الخفا هيجي يوم ليس خفيا ويعلن. حكى لكم حكاية سمعتها عجبتني ويمكن البعض يسمعها. في يوم من الأيام كان في واحدة بتزور زميلتها،
فاول خبطت الباب عليها فتحت مين؟ قالت لها انا فلان. اهلا وحشتيني، ده انت حبيبتي، ده انت امي. وقعدت تبوس فيها وتطبطب عليها. اليوم اللي ما اشوفكيش فيه بحس ان حاجه نقصاني، اليوم اللي ما اسمعش صوتك في التليفون بحس ان انا الدنيا غايبه عني كلها. وخدت قعدتها فلانه ومشيت. فبعد لما مشيت قالت ايه اللي قاعده تقول كلام حلو؟ قالت يا ساتر، الست دي بوشين، كان عندها عيل صغير كده اهوت. فتاني مره جات الاخت تزورها مره تانيه، فقعد على الكرسي. فالواد بدا يعمل ايه؟ يلف حواليها يلف حواليها. يا ابني مالك خوتني؟ قال لها اصل ماما بتقول ان ليكي ايه؟ وشين. فين وشك التاني يا طنط؟ واحنا ياما واحنا ياما يكون كلامنا كلامنا ماله؟ كلام في الوش، وحشتني وانا جوايا بقول كلام اكتر من ضرب الرصاص. ورب يسوع يقول ليس ما يدخل الفم ينجسه الذي يخرج. ده يقول لك اللسان ده في مثل كنا بنسمعه زمان، يقول لك لسانك حصانك، ان صمت حصانك وان هنت وهانك. طب ده مثل العالم بيقوله، لكن ليس كل ما يدخل الفم ينجسه ولكن كل ما يخرج. اللي بيدخل الفم الاكل يخرج الى المخرج الصرف الصحي، لكن اللي بيخرج ما تعرفش تلمه، ما تعرفش. الكلمه اللي بتخرج ممكن تنجس بحر، ممكن تبقى فعلا سيف يقتل. تخيل سيف يقتل. اللسان ده ممكن يعمل كوارث. يقول لك الانسان بيتربط من لسانه. يعني يعني تتحكم في لسانك وانت بتتكلم لكي لا تخطئ. لكن انا لما اشوف ربنا يخلق لنا ودنتين ولسان واحد يبقى عايزنا نسمع اكتر من لما نتكلم. فليكن كل واحد مسرعا في الاستماع، مبطئا في الكلام، مبطئا في الخطأ، لان كثرة الكلام لا تخلو من المعصية. كان الانسان بل 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 في النص هيقع في كلام، في النص في كلام هيبقى كسهام. بس مش في يدي جبار تخترق المخاخ، دي كلمة الله، لكن هتكون سهام تقتل الإنسان. ممكن لسانك ده يودي في داهية، وممكن يرفع أخيك. إيه رأيك في هذا؟ عايز أقول لك حاجة، الكتاب قال لك لسانك يخترع إيه؟ فسادا. حصل معي موقف، جت بنت من بنات عندي فبتقول ده انا ابونا يعني عمل معايا حاجات حلوه قوي قوي. عمل لي معاك يا حبيبتي؟ قالت واحد اشترى لي موبايل، اتنين اكلني بايده، تلاته قعدت تعد حاجات كتير قوي قوي. و فجتني بنت قالت لي ابونا انا زعلان منك. قلت لها ليه؟ قالت لي انت عندك معز وضاني. قلت لها انا ما عنديش ولا معز ولا عندي ضاني، عندي كله سوا سيء. قالت فلانه بتقول انت عملت كذا وكذا وكذا، وانا بقالي اسبوع كنت عامله ما سالتش عليا. جبت البنت التانيه، انا عملت معاكي كده يا حبيبتي؟ البنت وقفت ازاي؟ يخترع ايه؟ مفاسد. الانسان ممكن يخترع شيء يدمر بيه البيوت، يدمر بيه الكنائس. انت عارف اغلبيه كنائسنا ليه مدمره؟ بسبب اللسان. ده عمل، ده سوى، ده حلو، ده وحش. اللسان قال لسيد المسيح مثل هذه ترجم. لسانهم قالوا كده، دي مثل هذه ترجم. نعم. يقول كده كتاب عضو صغير ماله؟ فيه الحياة والموت. الحياة والموت بإيه؟ بيد إيه؟ اللسان. بيد اللسان.
بكلامك تتبرى وبكلامك تدان. هل لساني بيقول ايه؟ هل لساني بيقدم ذبيحة حمد؟ واحد يقول لك ايه؟ ما تبقاش يعني ما تمسكهاش قوي. ساعة لربك؟ لا لا لا، بتقل الأول ساعة لقلبك. ساعة لقلبك الأول؟ اه. طب أقولها كلمة، صدقوني لو ندي ساعة لقلبك وساعة لربنا يبقى كده في فير، كده في عدل. للأسف. لكن احنا بندي بقى، بندي 3 دقايق لربك والباقي كله لمين؟ لقلبك. هل لساني بيسبح الله؟ هل ينفع الانسان اللسان اللي يسبح يلعن؟ هل اللسان اللي يبارك يلعن؟ طب اقول كلمه تاني بس ما تزعلوش مني، هل اللسان اللي يرنم يغني؟ ده اللسان. واحد يقول لك ايه؟ يقول لك لا اصل دي اغنيه يعني بتتلمس معايا قوي، بتيجي على الجرح. هل لسان بينطق بهذه الكلمات؟ انا على نفسي ده انا رايي الشخصي، عزيزي المشاهد ليك مطلق الحريه تقبله او ترفضه. انا لساني هو يسبح يرنم يقول الحان لكن ما يغنيش. عشان كده محتاج ربنا يعمل بقى يشيل اللسان ده ويحطوا مكانه لسان اخر. بس ده يرجع لايه بقى برضه؟ هرجع واقول لك كده، يرجع في الاخر لما اخد فكر المسيح. حاجة بيقولوها الأطباء، طبعا أنا مش دكتور ولا حاجة لكن سمعتها، قالك إن مصدر كل حاجة هو إيه؟ العقل. العقل يدي إشارة للعين تبص، العقل يدي إشارة للرجلين تتحرك، للإيدين تتحرك، العقل يدي إشارة للسان. لما أخد عقل المسيح أسبح أقدم ذبيحة حية. رب يساعدنا. امين امين. في ناس تقول لك انا بحب اتكلم بس يعني كلام ما باذيش بيه حد، بس انا بجمل الموضوع زي ما بالظبط فلفل شطة اه يعني 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 اهو بحلل الكلام اللي انا بقوله اذا كان بالصدق او بالكذب، وبعدين يا اخي دي كذبه بيضه مثلا انا بقولها وخلاص، زي البنت اللي قالت على الهدايا اللي انت اديتها لها وهي في الخيال ما حصلش الكلام ده. لكن اذا اخطا الانسان في واحده قد صار مخطئا في الكل امام الله. الرب ما عندوش محاباه، يبيض يسود، اللون الرمادي ده مش عنده، ما بيعترفش بيه. عشان كده يوحنا الحبيب يقول لنا لا تخطئوا، الإنسان المؤمن لا يخطئ، وإن أخطأ فلنا شفيع عند الآب هو الإنسان يسوع المسيح. ليه؟ لأن الإنسان لو ربنا ده قدوس ما بيقبلش الخطية، والخطية اللي قد كده زي اللي قد كده مفيش فرق، الصغيرة زي الكبيرة في عين الله، لأن ما عندوش محاباة، واحد زي 10 ما تفرقش، الكدبة البيضة زي الكدبة السوداء ما عندوش ألوان، هي كلها كدبة، النظرة زي الخطية الصعبة جدا. عشان كده الرب لما جه في ملء الزمان يقول لنا في انجيل متى من نظر لامرأة ما قالش واشتهاها، لا ليه يشتهيها، فقد زنى بها. وصف النظرة اللي لسه ما تمتش، عشان هو عارف اللي اللي ورا النظرة، فاحص القلوب ومختبر الكلام. هو قال كده. وبعدين يعني انت مش قادر تعرف ان ربنا ده كاشف كل شيء. اوعى تفتكر انك تقول ساعة لقلبك وساعة لربك والكلام الفاضي ده، مع احترامي للعالم واللي فيه، بس انت عايز تفضل في العالم خليك في العالم، بس ما تقولش يا ريت اللي جرى مكان
ويا ريتني سمعت الكلام لما يجي اليوم الأخير وتلاقي نفسك رايح في حتة برضه لا تليق، لأن كلامك ونظرتك وودانك وعقلك كان بيستخدم الذي لا يليق في تعاملاته، وانت في ايدك النعمة. في ناس كتير يا حضرة القسيس مولودة في النعمة وعارفة المسيح، لكن بتتكاسل وتحزن الروح، مش بس تحزن الروح وتطفئ الروح. لا تحزنها الروح الذي فيكم. نعم، لكن في ناس بتعمل كده. عايزين، لازم، انا مش هسيبك النهارده، لازم نلحنهم. العلاج. العلاج يعني نوقف كده ولا ناخد العلاج ولا ناخد حاجه كمان في ناخد حاجه كمان. طب ناخد حاجه مهمه قوي واختم بيها وبعد كده نشوف العلاج. امين. طيب بعد الفكر والعينين والاذن واللسان نخش على طول على القلب. القلب في مرقس 7:21 كده ذكرت، لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، الزنا، القتل، السرقة، الطمع، الخبز، العيون الشريرة، التجديف، الكبرياء. جميع هذه الشهود تخرج من الداخل وتعمل ايه بقى؟ وتنجس الإنسان. أكبر دكتور لما أنا أعرف دكتور مجدي يعقوب يقدر يغير شريان، يعمل قسطرة، هل في ممكن، سمعت الطب الحديث قالك ينفع قلب جديد يبقى قلب بلاستيك؟ هل في قلب بلاستيك اليومين دول ينفع يتعمل؟ لا، مفيش. مفيش، ده بيقول لك فيه. في، انا سمعت، ايوه بيصنعوا تقريبا قلب بلاستيك. في تقريبا يقدر يصنع قلب بلاستيك لكن ما يقدرش يغير القلب. يعني شوف الطب وصل لغايه فين، يصنع قلب. شكرا اجل المعلومه اللي اديتها لنا. لا، ما بقولك سمعت انه يصنع قلب بلاستيك. كنترول صاحي معانا. يقدر يدي يغير شريان. لا، وريد، اي حاجه يقدر يعملها في القلب، التكنولوجيا الحديثة. لكن أعظم الدكاترة ما يقدرش يغير القلب من أسود إلى أبيض. نعم. يقولك عن القلب إنه أخدع من كل شيء وهو نجيس. نجس. هديك مثال. قاعد على اللابتوب أو الكمبيوتر، شفتي كده داخل على جوجل بشوف مثلا الأحداث. خد بالك انا بعمل ايه، انا اشوف داخل على اشوف ايه الاحداث. طب ما تخش شوف المقطع ده فيه ايه بالظبط. طب انا داخل على ايه؟ القلب اخدع، عايز يخدعني. انا مش عايز ابص على حاجه، مش عايز ابص على حاجه سكس، انا مش هبص، انا داخل اشوف الاحداث اللي بتحصل، الاخبار. لكن القلب اخدع، يعمل ايه؟ يعمل كده ابليس، يعمل ايه في قلبي؟ يخدعني. تيجي ايدي بدل ما ادوس على الاحداث ادوس على ايه؟ على حاجه غلط. انا اشوف، انا مش هبص على حاجه وحشه، بس اشوف المقطع ده بس ملفت او الكلمه او الدباجه اللي عليه دوت. خلي بالك خداع ابليس في النقطه دي بيديك ازاي؟ يعني ايه؟ يديك اعلان يشد انتباهك بيه، بعيد عن اي حاجه، لا هو موقع اباحي ولا هو اي حاجه، ده بيديك اسم يشد الانتباه. وانا جوايا ايه بقى؟ اقول انا انا مش هبص على حاجه وحشه. انا هشوف بس في ايه ده؟ ده خداع القلب. شكله ده اخدع من كل شيء وهو نجيس. قلبي انا. ايوه. من القلب يخرج افكار. زنا، قتل، سرقه، طمع، خبص. ايه اخبار قلبي؟ محتاج يتغير ولا محتاج شريان ولا محتاج اعمل فيه قسطره استكشاف ولا محتاج اعمل ايه بالظبط في قلبي؟
هو يقدر يغير القلب. نعم. أنا ما أعرفش قلب حضرتك في إيه، ولا حضرتك ما تعرفش قلبي في إيه، لكن في واحد كاشف القلب يستطيع أن يعطي قلب لحمي. ممكن يكون قلبك متحجر عن الله، قلبي مغلق عن الله، ممكن يكون قلبي مليان بالشر والنجاسة. عارف، يعجبني قوي لقاء جميل كتبته عندي، لقاء لا ينسى. يعني مثلا قالوا لك انت نفسك تقابل مين؟ رب يسوع. غير رب يسوع في الارض يعني نفسك تقابل مين؟ مش عارف، ممكن اقابل اي حد. هنشبهها بمصر. لو قالوا لك في مصر تعالى قابل الرئيس السيسي، قابل مين؟ قابل الرئيس السيسي. وتقعد تكتب بقى وتحط صورك ولقاء ايه، ممكن تنسى كل حاجه في دنيتك ما عدا ايه؟ اللقاء ده. وفي الاخر زي بعض بشر. نعم. ما غيرش فيك حاجه اللقاء مع السيسي، ما ادكش حاجه، رغم انه راجل محترم، راجل حلو جدا، لكن لقاء لا ينسى. في يوم كان في واحده قاعده بتجيب ميه، راحت في عز الظهر، في عز حماوة الشمس عشان ما حدش يشوفها، قال لها كده: يا امرأة. قالت له: نعم. أعطيني لأشرب. شوف إبليس لما يحب يخدع قلبك. بص بقى، هو ربنا عايز يعمل إيه؟ ربنا عايز يغير القلب، هو إبليس عايز يخدع قلبها. كيف تطلب مني إيه؟ ازاي تطلب مني تشرب؟ ده انت يهودي وانا سامريه، واليهود لا ايه؟ يعاملون السامريه. يا ستي انا مش جاي لك كده، ما تخليش ابليس يضحك عليكي. ساعات ابليس يعملها فينا، انا بروح هنا او بروح هنا او بروح هنا، ابليس عايز يخدع قلبي. عارف ربنا السيد المسيح له كل المجد قال لها: مش هو دوت اللي انا عايزك فيه؟ قال لها: من يشرب من هذا الماء يعمل ايه؟ يعطش. اما الماء الذي اعطيه، الذي اعطيه انا ايه؟ لا يعطش ابدا. السامرية قدر ربنا قدر يغير قلبها بالكامل من الشهوة ومن النجاسة. قدر ربنا يغير قلب زكا من محبة المال. كان أهم حاجة عنده المال، كان أهم حاجة عندها النجاسة، كان أهم حاجة عندها إزاي تشبع رغباتها وتشبع نزواتها. مقابلة واحدة من شخص اسمه يسوع يغير. يا ناس تعالوا انظروا إنسان قال لكل ما فعلت. إيه ده، أنت كنت مكسوفة من شوية، ده أنت كنت ماشي في عز الشمس. قال: أصل لما جه هو وغير حياتي أصبحت أنا إيه؟ أصبح لي قلب جديد، فكر جديد، عينين جديدة. نعم. هو دوت اللي يعمله شخص الرب يسوع على كل المجد. جاء لكي يخلص الخطاة الذين أولهم. جاء يغير، جاء يحرر. عشان كده أنا عارف وقتنا خلص، أكتفي بهذا عشان لازم ناخد العلاج. وبعد كده بقيت الأعضاء يعني ربنا يدهلكم هو كده، من ما يعني يدهلكم في رؤى أو في أي مرة تانية. لا خليها مرة تانية نبقى نعملها مع بعض. عايز أقول شيء صغير، أقول أخيرا وليس آخرا. لما تكون تعبان أنت اللي محتاج تروح تكشف. أنت تعبان؟ هل مهموم؟ هل حزين؟ هل شاعر إن الدنيا ضاقت بيك قوي؟ هل شاعر إن الحياة بيت قدامك عبارة عن ثقب إبرة؟ تعال النهاردة، تعال النهاردة، هو هيكشف ليك ويمد إيده ليك النهاردة بتغيير جذري في حياتك. نخش على العلاج. أمين، ده اللي احنا عايزينه بقى. طب تطلع معايا مزمور 91. أمين.
هي آية واحدة محفوظة، لو قلتها كل هيقول معايا فيها. بس قبل ما أقول العلاج لازم أرجع للفكرة الرئيسية، كشف المستور. نعم. إزاي تتستر؟ أنا بقول هذه الكلمات: إذا أردت أن تهرب من غضب الله فاذهب إلى الله. زاد. أمين يا رب. مهما كان حالتك دلوقتي ممكن تتستر، لكن هيجي يوم، خلي بالك، سيكشف، سيعلن كل خفي إيه؟ على الملا، على الملا. لكن جيب لك النهارده خبر حلو، يا رب يكون سبب بركة ليك النهارده. وكده في مزمور 91: الساكن فين؟ في ستر العلي. في ستر العلي، في ظل القدير يعمل ايه؟ يبيت. النهارده ربنا النهارده عايز يستر عليك النهارده. ربنا عايز يستر عليكي مهما كانت حالتك. فاتح بابه النهارده ليك النهارده. هو اللي قال كده: تعالوا الي جميع المتعبين وثقلي الاحمال وانا اريحكم. خاف من الفضيحه؟ خاف الناس تشاور عليك؟ خاف الناس تتكلم عليك؟ تعالى. عايز اتقابل معاك في الساكن في ستر العلي. ستر هي حماية. نعم. دلوقتي هدي مثل صغير بس يا رب يوصل عزيز المشاهد. أنا دلوقتي وأنا قاعد في الاستوديو في واحد هيحدف عليا طوب. نعم. ربنا يستر ما حصلش دوت يعني. لا لا ما تقلقش، احنا محميين. معايا؟ طب لو جيت استخبيت ورا هذا الستار مفيش حاجة تحصل فيا، ولا هتعور، ولا شكلي هيتبهدل. نعم. هو كده. لما جاءت ستر في المسيح، انا بقول هذه الكلمات ان الجنب المطعون بالحربة، عارف ليه؟ عشان اخش اتستر انا جوه جنب المطعون. يا له من شرف، يا له من امتياز. نعم. يا لها من فرصة. خد بالك، انا بقول لنفسي وبقول لك وبقول لكل واحد، اوعى الفرصه تضيع، اوعى تستنى لغايه لما تنكشف وتتفضح ويبقى حالتك صعبه. في حمايه. هختم معاك بالقصه ديت عزيزي. كان في شخص شاب بلطجي بعيد عنك ويمسك الناس ويتخانق مع الناس، وابوه يقول له: يا ابني صلي، يا ابني حبيبي، في يوم هيجي لك، في يوم وتتبهدل فيه. في يوم كان قاعد مع صحابه وبشربوا خمرة، أبو نسبة رأس السنة جاية في شرب الخمر. يا جماعة لا يليق بينك يا أولاد الله. طبعا أنا عامل كتيب اسمه الخمر في المسيحية، ده أول كتاب ليا. الناس يقولك ده احنا داخلين على رأس السنة، ده مش موضوعنا، معلش دي حاجة كده جت بره قصة بس ما أعرفش هقولها ليه. قالك يا عم ما تبقاش فاقد، ده دي ليلة. لا، عايز أقول حاجة النهاردة: لا يليق بنا كأولاد لله. نعم. أن نشرب الخمر. فبعد ما شربوا الخمرة وبدوا مخدرات، بدوا يقولوا موضوع معين، اختفوا في الموضوع دوت. صاحبنا مسك السكينة قتل مين؟ قتل صاحبه. طلع يجري، راح لأبوه. أبوه قال له: اخلع القميص اللي عليك دوت. قال له: تعمل ايه يا بابا؟ قال له: بس اخلع القميص. قال له: خد انت القميص بتاعي وانا اخد القميص بتاعك. الذي كان لا منظر له ولا جمال هيشيل عنك العار بتاعك. هو خد العار بتاعي، هو خد وحشتي. والنهارده عايز اقولك، النهارده انا ايدي مفتوحه، النهارده عاوز استرك، عايز اغطيك بدمي. يقول كده كتاب: ويرى الدم يعمل ايه؟ ويعبر. لو اتغطيت في دم المسيح فأنت مستور. نعم. صدقني نفسي أصلي. أمين أمين. نفسي أقدم النهارده دعوة النهارده لكل شخص موجود بيسمعني. وبقول لنفسي قبلكم:
أنا محتاجة أتغطى بدمك واختبي بكل ضعف فيا، بكل وحاشة. اوعوا تفتكروا اللي قاعد قدامكم دلوقتي هو شخص حلو، لا، اوعوا تفتكروا أبدا، لكن هي حماية دم المسيح. نعم، ممكن أصلي معاكم؟ ينفع نصلي؟ أمين أمين. عزيزي المشاهد، وأنت قاعد قدامي دلوقتي قدام الشاشة أو حتى في هنا في الاستوديو معانا، إذا حب يصلي معانا، هل محتاج إن الله يستارك؟ قول لي يا رب غطيني بدمك يا رب. قول له أنا جاي لك النهاردة بالسرطان اللي فيا. نعم. إذا كان سرطان في الفكر أو في النظر أو في السمع أو في اللسان أو في القلب، بقول لك يا رب أنا عايزك تشفيني. قول لربنا الكلمات ديت بكل دقيقة، قول له اشفيني يا رب من كل ضعف فيا. قول له يا رب اشفيني يا رب كده من الشهوة، اشفيني من خطية، من محبة المال يا رب. يا رب تعالى اكشف وداوي، تعالى اكشف وداوي يا رب. من يقول النهاردة أنا بتوب قدامك يا رب؟ من يقول توبني فأتوب يا رب؟ توبني فأتوب يا رب. قلبا نقيا أخلق في الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. قل النهاردة يا رب يسوع، أنا بقبلك النهاردة مخلص شخص لحياتي، بتغطى بدمك، بستخبى فيك. أنا بشكرك إن أنا غالي عليك، وبشكرك إنك مستنيني ومش عايز تفضحني حتى الآن، عشان بتحبني. ولكل المجد. آمين آمين. فعلا بتحد يا رب مع أخويا يا رب النهاردة، فعلا بقول لك الكلمات دي، بصلي معاك الترنيمة دي، ويا ريت كلنا نطلب شفاء إلهي، الرب اللي يقدر يغفر كل ذنوبك، كل خطاياك، كل آثامك لا يعد يذكرها مرة أخرى بل يرميها في أعماق البحر. الرب ما بيرجعش في كلامه، لما بيقبل الذبيحة هو قبل ذبيحة المسيح على عود الصليب، فأنت مبرر في هذا المصلوب اللي دفع الثمن مسبقا، لأن إن أخطأ أحد لنا شفيع واحد بين الله والناس هو يسوع المسيح. اطلب شفاء روحي وجسدي من الرب الآن. تعال نصلي الترنيمة دي ونقول له اشفيني يا رب. اشفيني يا رب. أمين يا رب. أمين يا رب. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك، ما أنت الإله. أنا عندي ما تشفيني الآن، لو هلمس توبة، ما أنت الحنان. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك، ما أنت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هلمس توبة، ما أنت الحنان. اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية، محتاج لك يا فدية. اشفيني 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 من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني محتاج لك يا فدية. اشفيني اشفيني اشفيني.
بذنوب ندمان وبدوب طالب غفرانك بدم المصلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع اشفيني انا راجع عليك جاي لك بذنوب ندمان وبتوب طالب غفرانك بدم المصلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع اشفيني انا راجع عليك اشفيني من كل ضعف فيا اشفيني من الشهوة ومن الخطية اشفيني محتاج لك يا فدية لك يا فدية اشفيني يا يسوع اشفيني اشفيني يا يسوع اشفيني. امين يا رب. اشفي نفوسنا يا رب، غيرنا شكلنا من جديد، اخلق فينا انسان جديد في اسم المسيح. بصلي لك كل المجد. أمين. امين. ربنا يباركك حضره القسيس، فعلا ساعدنا بهذا اللقاء الممتع. الاوقات الحلوه بتمر بسرعه، ربنا يباركك ويستخدمك لمجد اسمه. احبائنا المشاهدين، ساعدنا بلقائكم، ونتمنى ان تكون رساله النهارده وصلت لكشف المسطور في حياه كل انسان عايز يكشف المسطور امامه. الرب يقدر يغير، يقدر يبدل، يقدر ينقي الانسان ويرد كل مسلوب بكل المجد. نشوفكم على خير الأسبوع القادم مع همسة جديدة وهمسات عابر.